للعجينة هنحتاج كوبايتين من الدقيق، دقيق مخبوزات يفضل طبعا. عندنا كمان معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة، عندنا معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقتين كبار لبن باودر لو متوفر، مش متوفر نقدر نستغنى عنه، 4 معالق كبار من الزيت يفضل زيت زيتون، مفيش زيت زيتون، احنا بنتكلم كده عن العجينة الإيطالية، لو مفيش زيت زيتون تقدري تستخدمي الزيت النباتي العادي، رشة ملح، وتلات ارباع كوباية مية دافية بس كده. دي مقادير العجينة. اما الحشوة بقى فليكي فيها مطلق الحرية، في اساسيات فيها بس تقدري تحطي وتشيلي وتحطي اللي انت عايزاه او اللي متوفر عندك براحتك خالص. احنا النهارده هنعمل ايه؟ عندنا حشوة اللحمة، اللحمة مفرومة معصجة عادي جدا جدا، وهنحتاج معاها ميكس جبن، موتزاريلا، وبارميزان، بس البارميزان مش اساسي، يعني لو مش متوفرة مش مشكلة، ممكن نحط موتزاريلا وشيدر، موتزاريلا ورومي اللي متوفر عندنا. هنحتاج كمان زيتون اسود متقطع شرايح. في حشوة التركي المدخن، وهتكون عبارة عن تركي مدخن برضو ميكس من الجبن وزيتون اسود شرايح. تقدري تعملي بالسلامي، تقدري تعملي بحشوة فراخ، تقدري تعملي بالتونة، تقدري تعملي بالسلمون، براحتك خالص اللي انت عايزاه واللي انت بتحبيه. طيب عندنا الصوص، وزي ما قلنا الاسترامبولي هي بيتزا ملفوفة، فهنحتاج صوص البيتزا، سواء هنعمله من الطماطم تمام، او ان انا هعمله الصوص السريع اللي هو بنعمله على طول مع بعض، عبارة عن 3 معالق كبار صلصة، نص كوباية كاتشب او الاتنين قد بعض بالظبط، الكاتشب والصلصة قد بعض، هنتبلهم بمعلقة صغيرة من التوم الباودر والبصل الباودر والزعتر تمام. دي كده او ده كده الصوص اللي هنستخدمه في الدهان بتاع الاسترامبولي. عندنا بقى الوش بتاعه والدهان الخارجي علشان ياخد لون لطيف في الفرن، هيكون عبارة عن ايه؟ 3 معالق كبار من الحليب، وعليهم رشة قهوة سريعة الذوبان، رشة سكر، ومعلقتين كبار سمسم، معلقتين كبار من الجبنة البرميجان لو متوفرة، مش متوفرة برضو مفيش مشكلة خالص، ممكن ما نحطش جبنة اصلا، ممكن نستخدم سمسم، حبة البركة اللي انتوا عايزينه. فالموضوع سهل وبسيط، شوية دقيق، معلقتين زيت، هنعمل عجينة حلوة قوي، والحشوة ليكي فيها مطلق الحرية. بينا نبدأ بقى عشان نعجن، يلا على طول، بسم الله. تعالوا بينا. عندنا الدقيق، وعندنا طبعا الدقيق لازم يكون منخول كويس جدا ضمانا للنظافة تمام. هحط الدقيق، والدقيق عندنا دقيق مخبوزات، لازم دقيق مخبوزات علشان ناخد نتيجة أفضل ما يكون. عندنا بقى اللبن البودر، قلنا نقدر نستغنى عنه مفيش مشكلة، هي العجينة أصلا الحمد لله استغنينا عنه. البولة صاحية أو السمكة نطت فيها على حسب. طيب احنا كده زي بنقول العجينة اصلا اساسها ايه؟ اساسها بسيط جدا، اساسها الملح والسكر، الخميرة، والمية، والدقيق تمام؟ اضافة اللبن البودر ده اضافة مننا احنا علشان نخلي العجينة ليها طعم حلو وغنية اكتر، زي ما قلنا نقدر نستغنى عنه ونقدر ما نحطهوش تمام؟ مفيش مشكلة خالص، متوفر عندنا في البيت نحطه، مش متوفر نشيله تمام. لا لا عادي. الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. طيب حطينا الدقيق، تعالوا بينا بقى عندنا بيكنج باودر، وعندنا سكر، وعندنا اكيد ملح، وعندنا اللبن البودر زي ما قلنا، يلا نحطه الاول، وابتدي احط بقى الملح، والملح هنا على كوبايتين الدقيق حوالي نص معلقه صغيره، هدي معلقه السكر، وهدي معلقه صغيره من البيكنج باودر، وهندي الخميره كمان، ويلا بينا المواد الجافه دي نخلطها كويس مع بعض قبل ما ابتدي اعجن، يلا بسم الله. اختلطوا مع بعض، تعالوا نحط بقى ايه عندنا؟ الميه، هننزل بيها حبه بحبه، وفي الاخر هنحط معلقتين زيت علشان نلم بيهم العجينه، يلا بينا بسم الله.
عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا، المقدار مظبوط بالملي. كوبايتين الدقيق واخدين كوبايه الا ربع ميه بالظبط، يعني انا عشان كانت دي كوبايه فزودت شويه فالعجينه هتبقى طريه. احنا محتاجين العجينه دي ما تكونش عجينه بتلزق. في معجنات دايما بقول لك خليها لو بتلزق مفيش مشكله، بالعكس هتديكي نتيجه احسن، بس النهارده احنا محتاجين العجينه تكون الى حد ما متماسكه، مش هقول قاسيه، بس هتكون لينه بس ما بتلزقش في الايد، تمام، وتكون مطاطيه، يعني تتعجن فتره كويسه جدا علشان تاخدي نتيجه كويسه. ليه بقول العجينه ما تكونش ملزقه ولينه زياده عن اللزوم؟ علشان احنا هنعملها رول علشان اقدر اتحكم فيها، لو هي لينه زياده عن اللزوم هتتقطع معايا وانا بحشيها وبلفها زي ما هتشوفوا يعني دلوقتي. فيفضل ان العجينه تكون الى حد ما متماسكه. انا هزود بس معلقه دقيق علشان مقدار الميه هنا كان كوبايه، اما المقدار اللي نزل لكم هو كوبايه الا ربع، وده مظبوط بالظبط. اوريكوا شكل العجين، لسه العجينه ملزقه سنه، هديلها بس شويه دقيق. حتى لو انت في البيت مفيش مشكله ولقيتي العجينه لينه، لا اديها شويه دقيق مفيش مشكله خالص علشان تربط معاكي وتبقى العجينه متماسكه. اعجنيها مده ما تقلش عن 10 دقائق علشان تبقى العجينه بعد التسويه هشه ومش مفروله. هدي دلوقتي كمان معلقتين الزيت علشان الم بقى العجينه كلها مع بعض. يلا بينا. هوريكوا كده شكل العجينه. بصوا العجينه طبعا لسه ما اتعجنتش الوقت الكافي، بس بطلت تلزق في ايديا خالص. العجينه بصوا زي ما انتم شايفين كده ما بتلزقش، قوامها الى حد ما حلو قوي، هو ده المطلوب. لا هي لينه بتلزق وطريه قوي، ولا هي ناشفه وقاسيه، تمام زي الفل، بس هي محتاجه لسه ايه تتعجن اكتر علشان لما اجي اشدها كده الاقيها مطاطيه كده، لسه مش مطاطيه. بصوا بصوا لو جيت شديت كده بصوا هتلاقوها ايه بتتقطع على طول. انا مش عايزه كده، عايزاها تتعجن لغايه ما تبقى عامله زي اللبانه، تتعجن فتدينا بقى عرق كده وتبقى حلوه قوي. يلا بينا بقى بعد ما بنعجن بنعمل ايه. هجيب بوله نظيفه مدهونه دهنه خفيفه بالزيت، وابتدي بعد كده اخد كوره العجينه بتاعتي احطها في البوله واغطيها ببلاستيك، وبعدين بفوطه نظيفه واحطها في مكان دافي علشان تخمر ويتضاعف حجمها. هياخد وقت قد ايه؟ ملهاش وقت معين في التخمير، ده بيرجع لحاله الجو، الدنيا برد الدنيا حر، على حسب الجو والحراره بتاعته بيخمر العجين. كل ما درجه الحراره بتبقى اعلى كل ما العجين بيخمر اسرع. فانت تعرفي منين بقى ان هي خمرت؟ تعرفي ان هي خمرت كنت حطاها كوره قد كده صغيره، هتلاقيها بقت قد كده خلاص، بتتضاعف حجمها، بدل ما تبقى صغيره بتبقى كبيره. خمرت والدنيا تمام. يلا بينا بقى علشان نشكل. هنشف الدنيا قدامي علشان العجين ما يلزقش فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى زي ما قلنا العجينة لازم تكون عجينة ما بتلزقش، المية اللي بنعجن بيها لازم تكون مية دافية مش مية سخنة علشان ما تقتلش الخميرة. يلا بينا بقى نبتدي نجهز مع بعض الصوص الأول قبل ما نفرد. زي ما قلنا صوص البيتزا ممكن نعمله من ايه؟ نجيب طماطم، تمام، هنجيب نص كيلو من الطماطم هنحط عليها في الخلاط او في الكبه، هنحط الطماطم هنحط معاها بصلايه وكم فص ثوم، حوالي 5 فصوص من الثوم، وهنضربهم كويس، وقرن فلفل كمان هنضربهم كويس قوي في الكبه.
طاسة على النار تسخن كويس مع معلقة زيت زيتون، وبعدين أحط على طول أو زيت نباتي، وأحط على طول الخلطة اللي احنا ضربناها في الخلاط أو في الكبة، نسيبها بقى تتسبك ونبتدي نديها رشة من الزعتر والملح والفلفل الأسود، وهتبقى جاهزة معانا صوص حلو جدا للبيتزا. طيب مستعجلة وما عنديش وقت للكلام ده كله، يلا على طول أحط بقى نص كوباية كاتشب. ما تنسيش تدي معلقة سكر للصلصة، ضروري تفرق جدا في الطعم. وادي الصلصة، هنعمل بقى هنا مزيج ما بين الصلصة والكاتشب، وهنتبل. عندنا بصل بودر، توم بودر، وزعتر، ندي كده شوية. وادي الزعتر، الزعتر بيبقى اساس البيتزا بصراحة. وهدي ملح وفلفل بسيط. وقلب الكلام ده كويس مع بعض، تمام؟ هنا انا ما حطيتش سكر ولا حاجة لان الكاتشب بيبقى فيه سكر، فمش محتاجين ان احنا نضيف سكر ولا حاجة. السكر لو احنا هنعمل الصلصة من الالف للياء عندنا في البيت. كده صوص البيتزا عايزه اقول لكم رائع، طعمه بيبقى رهيب وسهل وبسيط، وتعمليه كده ايه في ثواني. يبقى احنا كده جهزنا الصوص، نشيل بقى الحاجات دي، نبدا نجيب العجينه بتاعتنا علشان نبتدي نشكلها. لو انتوا حابين جوه العجينه نفسها تحطوا زعتر مفيش مشكله، رشه زعتر بسيطه كده في العجينة نفسها. العجينة بتاعتنا خمرت والدنيا تمام، تعالوا بينا بقى ندي رشة من الدقيق علشان نبدأ نفرد عليها وما تلزقش معانا. وناخد كورة ونبتدي نفردها، برضو هدي رشة من فوق من الدقيق كده، وحاول بقى أفرد على شكل مربع قد ما أقدر. نجيب بقى النشابة ونفرد، وزي ما تعودنا لما بنفرد عجين بناخد من النص كده ونطلع على قدام، ومن النص ونرجع على ورا. ده كده الفرد الأصح. ولف الفطيرة او العجينه بتاعتي، الفها الناحيه دي واتاكد ان تحتيها دقيق علشان لما اجي الفها ما تبقاش لازقه، وارجع تاني افرد كده وافرد كده. السمك بقى هيكون قد ايه؟ انا مش عايزه السمك لا تخين قوي ولا رقيق قوي، يعني هيبقى حوالي نص سنتي او اقل حاجه بسيطه. ليه؟ علشان اولا تبقى متحمله معايا، مش هينفع ابقى مرققاها قوي فتتقطع مني، ولا ينفع ابقى متخناها قوي وبالتالي لما تدخل الفرن ما تستويش كويس، تمام؟ فالسمك كده زي الفل. خلاص متاكده ان الدنيا تمام تحت، مفيش حاجه لازقه، زي الفل. تعالي بقى نبدا نعمل الحشوه او نحط الحشوه. ادي عندنا الصوص اللي احنا عملناه، تقدري تضيفيه او ما تحطيهوش براحتك، بس هو طبعا بيدي طعم حلو جدا. نوزع كده كويس، الصوص ريحته حلوه جدا مع التوابل اللي احنا حطيناها له. خلصنا خلاص، ما تكتريش، يا دوبك هي المسحه دي عشان تدي الطعم مش اكتر من كده. ميزه الصوص اللي معمول من الكاتشب والصلصه ان هو ما فيهوش سوائل، ما فيهوش ميه، وده الصح. يعني وانت بتعملي الصوص من الطماطم تخلي بالك تفضلي سايباها على النار لغايه ما تتسبك وتنشف ميتها تماما، لان لو انت حطيتي الصوص وفيه ميه هيخلي العجينه نفسها تبوش والدنيا مش هتبقى حلوه خالص.
تبتدي تعجن معاكي وما تستويش علشان في سوائل وفي ميه. عشان كده كمان هتلاحظوا انه ما فيش خضار، ولو حبينا نحط خضار يبقى نحط فلفل وكميه قليله بس، علشان ما ينفعش نحط طماطم مثلا، الطماطم هتبتدي تنزل الميه بتاعتها لما تخش الفرن. احنا مش محتاجين حاجه فيها اي سوائل علشان ده هيتلف رول، ولما يدخل الفرن السوائل بتاعه الخضروات ما تطريش العجينه من جوه ومش هتستوي لانها جوه. تمام، تعالوا بينا بقى نبدا كده. تعالوا نعمل دي بايه؟ نعمل دي بالسلامي. يلا هبتدي ارص كده. لو ملاحظين هنسيب الاطرف شويه ما فيهاش حشوه. المقادير معانا على الهوا تاني عشان لو ما شفتوش المقادير بتاعت العجينه من اول الحلقه تقدروا تصوروها. انا كده خلاص حطيت الحشوه، حطيت السلامي. تعالوا بينا بقى ايه نحط الجبن. وزي ما قلنا من اساسيات الاسترامبولي والبيتزا هي الجبنه البارميجان، بس احنا عارفين ان هي سعرها معدي شويه، ممكن نستعيض عنها بالجبنه الرومي، ممكن نشيلها خالص ونكتفي بس بموتزاريلا وشيدر اللي انتوا حابينه. تمام، ما تيجوا بينا بقى يلا نحط رشه كده من الجبن. وعايزه كمان اجهز الصينيه اللي هدخلها الفرن، هي فين اهي. وزي اي حاجه بنخبزها يفضل ان الصينيه تكون من الالومنيوم علشان تدينا نتيجه حلوه في التسويه، توزع الحراره كويس وما بتحرقش بصراحه المخبوزات. وهنحط بس فيها نقطه زيت نوزعها علشان نحط عليها الاسترامبولي وما يلزقش فيها. كده الصينيه بتاعتي جاهزه، وهشغل الفرن عندي على درجه حراره ايه 180 200. تمام، خلينا في 200. ليه مش زي بقيه المعجنات اللي بنقول لازم الفرن يكون عالي جدا جدا وشغلي فوق وتحت؟ لان دي حشوه او عجينه ملفوفه وداخله جوه الحشوه، فمحتاجين تطول شويه في الفرن عشان تستوي من جوه. تمام، فعلشان كده يبقى درجه الحراره على 200 وهنحطها على الرف الوسطاني وهنشغل من تحت بس. تمام، انا هجيب بس طبق اكبر من ده اخلط فيه الجبن. لما تكوني هتعملي بيتزا او هتعملي معجنات فيها حشوه او فيها الجبنه الموتزاريلا يفضل ان الجبنه تكون بدرجه حراره المطبخ، ما تكونش متجمده عشان تسيح معاكي كده وتديكي تاثير كويس. عندنا كمان بارميجان هنحطها او الرومي او من غير، مفيش الزام هنا. كده انا عملت ميكس الجبن، تعالوا ناخد منه بقى ونحط على الاسترامبولي. بسم الله، وبرده مش هحط لغايه الطرف، هسيب كده من كل طرف دقيقتين. نعم 2 3 سنتي، انا بقول دقيقتين 3 ماله. انا كله دخل في بعض الحمد لله. زي الفل، خلصنا حطينا كده مكس الجبن. هحط الزيتون زي ما قلنا، لو حابه تحطي فلفل مفيش مشكله فلفل، بس هيبقى صعب الطماطم وصعب اي خضار فيه نسبه سوائل علشان هيلزق العجينه من جوه مش هيبقى حلو. كده احنا تمام ظبطنا الدنيا، الحشوه مفروده كلها بشكل متساوي على قد ما قدرنا، فردنا العجينه بشكل مستطيل. تعالوا بينا بقى نعمل ايه، نبتدي نلف رول كده وبالراحه. تمام، وهاخد بقى الاطرف دي اتني كده وكده ونلف. تمام، ليه انا جايبه الاطراف دي؟
علشان الجبنه ما تطلعش مننا اثناء التسويه. حلو قوي، خلصنا. طيب الطرف الاخراني ده ضروري جدا لما اجي احط الاسترامبولي في الصاج يكون هو اللي تحت علشان يقفل، ما لقهوش فتح اثناء التسويه. يعني ما ينفعش اسيب الطرف الاخراني ده اجي احط كده مثلا، اكيد اكيد ده هينزل كده وهيفتح كده، تمام؟ فلازم علشان اضمن ان هي تتقفل كويس قوي، القفله الاخرانيه دي تبقى هي اللي محطوطه على الصينيه مباشره. تعالوا يلا هوب بنشيل كده. ساندوتش تحفه جدا، بيتزاية مقفوله وملمومه الحشوه بتاعتها كلها جواها. هنسيبها 10 دقايق بس قبل ما نخبزها، هحطها كده. وتعالوا الاول قبل ما نحطها كمان، تعالوا نشرطها كده تشريطه. التشريطه دي ليها فايده كبيره غير الشكل، طبعا بيبقى شكلها حلو قوي، ان هي بتساعد الحراره ان تخش جوه الاسترامبولي وبالتالي تستوي معايا بسهوله. تعالوا بقى ايه نديها كده ايه. قوي عبيده بس كده. هنسيبها بقى تخمر ربع ساعة وبعدين هنبتدي ندهنها وندخلها الفرن. وزي ما اتفقنا فرننا سخن، لازم يكون سخن، اي مخبوزات ما ينفعش تخش على فرن بارد، فدرجة الحرارة على 200 من تحت بس، والفرن يكون سخن جدا علشان ندخل فيه الصاج بتاعنا على الرف الوسطاني. تعالوا بينا بقى نشكل واحد تاني. عندنا واحد متخمر، طب ندخله الفرن بس ندهنه الاول. ماشي يلا. اوكي يلا هنجيب بقى بولة كده علشان نعمل فيها دهان الوش. ودهان الوش النهاردة يا دوبك معلقتين ثلاثة من الحليب، رشة بسيطة من القهوة سريعة الذوبان، وعلشان يلون معانا كده هنديله رشة من السكر. نقلب. اقدر احط بيضه طبعا لو انا متاح عندي بيضايه احطها اربها معاهم وادهن بيها برده، هتبقى لطيفه جدا وهتدي لمعه حلوه قوي. تمام، ومن غير شغال. خلاص انا كده قلبت كله مع بعضه كويس قوي، هجيب فرشه علشان ادهن الاسترامبولي بعد ما ايه ما خمرت. فين الفرش؟ بس دي مش متشرطه، عايزين نشرطها عشان قلنا التشريطه اساسي ليه؟ علشان التسويه. فتعالوا ناخد دي كده. تمام يلا بينا هناخد بالفرشه وندهن. بسم الله الرحمن الرحيم، بالراحه بقى عشان هي خمرت فمش عايزين نخرج التخمير. واحده واحده انا مجهزه الفرن ومشغلاه وسخن والدنيا تمام على درجه حراره 200، وهدخل بقى على الشبكة مش على الرف في الأرضية ولا حاجة، على الشبكة. ومشغلة بصراحة من تحت بس عايزاها تاخد اللون بهدوء علشان تستوي معانا كده من جوه وتبقى 10 على 10. الوش بقى أقدر أكتفي بكده ما أحطش أي حاجة، وأقدر كمان إن أنا أحط سمسم أو حبة البركة أو ميكس ما بين الاتنين أو جبنة برمجان اللي أنتوا عايزينه. بس أنا أحط بقى إيه، يلا نحط على دي سمسم كفاية. يلا كده حلو قوي، على الفرن على طول. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب في العادي لما بنكون عاملين معجنات او بيتزا مفروده بنقول مش هتقعد معاكي في الفرن 10-12 دقيقه وهتطلع على طول، لان الفرن حامي فوق وتحت، وبعدين الطبقه بتاعه المعجنات بتبقى صغيره، احنا مش محتاجين نقعدها كتير في الفرن علشان ما تنشفش، فهو من 10-12 دقيقه. اما الاسترامبولي هيقعد معاكي حوالي تلت ساعه في الفرن او اكتر سنه، يعني من 20-22 دقيقه علشان يستوي معاكي ويطلع معاكي 10. شفتوا الاسترامبولي بعد ما بيستوي؟ تعالي نشوف اللي في الفرن اخبارها ايه. كنا حطيناها على درجه حراره 200 على الرف الوسطاني ومشغلين من تحت بس عايزاها تاخد اللون براحتها. بصوا كده بدات تلون، فانا
الفها الناحيه الثانيه زي ما قلنا واحنا بنخبز، نخلي بالنا علشان يبقى اللون متوزع صح على كل الفطيره. فهنقفل ونخليها تكمل، وتعالوا بينا يلا نشكل واحده ثانيه ونقول ثاني التشكيل علشان يبقى سهل للكل. وارجع واقول ثاني، الاسترامبولي من انواع المخبوزات الايطاليه، حلوه جدا زي ما قلنا، تقدري تعمليها بالشكل ده وتقطعيها ترانشات زي ما انتم شايفين، محشيه جواها يعني تديها للولاد في اللانش بوكس، مش هتوقع الحشوه، احسن كمان من الساندوتش العادي اللي بيوقع الحشوه بتاعته، وتقدري تحشيها بحاجات كتير زي ما انت عايزه. زي ما انتم شايفين شكلها كده، تقدري كمان تحفظيها في الفريزر وتطلعي كل يوم تسخني وتديهم في اللانش بوكس، فهتريحك كتير جدا جدا وبحشوات منوعه. تعالوا بينا يلا نشكل تاني عشان لو محدش شافنا المره اللي فاتت، تعالوا يلا ندي رشه بسيطه كده من الدقيق وناخد العجينه بتاعتنا اللي خمرت. ونبتدي نفردها بشكل مستطيل على قد ما نقدر. هدي رشه برضو من الدقيق فوق كده علشان ما تلزقش في ايدينا. تمام، يلا بقى نجيب النشابه. شلتوها؟ يلا. يلا من نص على قدام ومن نص على ورا. وارجع اشيل العجينه بتاعتي عشان اتاكد ان الدقيق تحتها علشان ما تلزقش، واقدر ان انا اشكلها بكل بساطه. وافرد برضو من النص على فوق ومن النص على تحت وبس كده، مش محتاجين ان هي تبقى رقيقه علشان نقدر نتحكم فيها ونعملها رول بكل سهوله. خلاص، واتاكد كمان ان هي مش لازقه ولا حاجه. حلوه قوي. تمام، حشينا واحده اللي هي دي، حشيناها بالسلامي. تعالوا بقى نعمل دي باللحمه المفرومه. وكنا جهزنا مع بعض الصوص اللي هو صوص البيتزا، كانت مكوناته مزيج من الصلصه مع الكاتشب بنسب متساويه. تبلناهم ملح وفلفل، زعتر، بصل بودر، توم بودر، وقلبناهم مع بعض وكده الدنيا تمام. ولا اسهل ولا احلى بصراحه من كده. هاخد معلقه وزعها على العجينه بتاعتي. ما تكتريش، هي مسحه بس للطعم. تمام، تعالوا بينا بقى، عندنا حشوه اللحمه المعصجه. دايما عينينا كده على الفرن علشان الحاجه اللي معانا ما تتحرقش. لحمه معصجه عادي جدا، عباره عن ايه؟ ربع كيلو من اللحمه، طبعا مش محتاجين كميه، ده دول كتير قوي. ربع كيلو من اللحمه، بحط طاسه على النار، احط فيها معلقه زيت ومعلقه سمنه صغيرين خالص، وانزل بصلايه كبيره اديها تشويحه كويسه، احط عليها البهارات اللي هي بتبقى فلفل اسود، رشه قرفه، رشه بهارات سبعه، ورشه زعتر. اقلب كله مع بعضه كويس جدا لغايه ما البصله تدبل، احط اللحمه المفرومه اشوحها لغايه ما تستوي تماما، واضيف لها بقى الملح ورشه سكر، وتبقى كده جاهزه معانا. هاخدها احشي بيها. عشان كده بقول لك هتبقى حلوه جدا عشاء، فطار، لانك ممكن تعمليها بالجبن بس كمان، ممكن تدهني بدل صوص البيتزا تدهني لبنه وتحطي شويه جبن وتدخلي الفرن، تحفه. تمام، فتنفع جدا في الفطار وخفيفه. المدرسه بقى تقدري تدي للولاد زي ما انت عايزه باي حشوه هم بيحبوها. انا مش هكتر بصراحه، كفايه كده علشان ما يبقاش الحشوه كتير قوي من جوه وتساعد على تسويه العجينه معانا. حلو قوي كده. انا عايزه ابص على في الفرن بس علشان لو كده تمام. هايل، هلفها تاني عشان تبقى خدت لون تمام من كل الجوانب. بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله دقيقه واحده وهنطلعها على طول. تعالوا بقى نحط الجبن، مكس الجبن اللي احنا عملناه.
واحنا بنحط الحشوه نراعي دايما ان الاطراف بتاعتنا فاضيه بدون حشوه، تمام، علشان واحنا بنحشي تبقى الدنيا سهله معانا والعجينه مساعدانا. خلاص حطينا كده، تعالوا نحط كمان من الزيتون. تقدري تقطعي فلفل حامي وتحطيه لو بتحبيها سبايسي، كنت تحطيها لبينو، رشه من الشطه، يعني زي ما انتوا عايزين بقى. اهم حاجه الخضار اللي هنحطه ما يكونش فيه نسبه سوائل كبيره، هطلع اللي في الفرن عشان ما يتحرقش، وبعدين نلف بعد كده مع بعض الاسترامبولي. يلا، بحب البس اسود يوم العجين مش عارفه ليه. راحت فين؟ يلا بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا بقى تحفه 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 ما شاء الله، شايفين لونها وجمالها فظيعه. هدخله دلوقتي على طول، هو بيتساب 10 دقايق بس وبعدين نخبز على طول. يلا بينا، دي اللي احنا عملناها مع بعض، تعالوا ندهنها علشان ادخلها برضو تستوي. واحنا واقفين كده شايفين اللون بتاع الاسترامبولي اللي استوت، اللون ده خدته من المزيج اللي احنا عملناه، مزيج بسيط جدا من القهوه سريعه الذوبان مع رشه سكر ومعلقتين ثلاثه من الحليب، ما حطيناش بيض ولا حاجه، واللون زي ما انتم شايفين طالع تحفه. البيضه ميزتها بقى بتعمل ايه؟ بتلمع، بتخليها بتلمع شويه. بصوا بقى عايزينها تبقى طريه من بره، يلا اديها بخه ميه وفوطه نظيفه وسيبيها ايه تطرى. عايزاها تبقى مقرمشه من بره وطريه من جوه، فخليها مش مقرمشه قوي، يعني الى حد ما من بره كده واخده كريسبي شويه بسيط، فسيبيها زي ما هي كده مفيش مشكله، ده على حسب بقى ذوقكم. خاصه ان هي محشيه احنا مش محتاجين نطريها علشان هنحشيها فتفرول مننا ولا حاجه، هي محشيه وزي الفل، فالدنيا لطيفه مش محتاجه تتغطى. تعالوا بينا ندخل دي، بس تعالوا نرشها ايه، ايه رايكم نحط لها بقى حبه البركه؟ تمام، حلو قوي زي الفل. يلا بينا بقى زي ما اتفقنا على الرف الوسطاني على درجه حراره 200، انا مش مشغله من فوق خالص، انا مشغله من تحت بس، وبتاخد اللون وزي الفل، بس بتاخده على مهلها شويه. ليه؟ علشان اتاكد ان العجينه اللي جوه ملفوفه رول جوه دي استوت والدنيا تمام. تعالوا بينا بقى نجهز مع بعض صينيه ثانيه للخبز، برده يفضل الومنيوم، وندهنها دهنه خفيفه بالزيت. بسم الله. ويلا بينا نلف الاسترامبولي بعد ما فردناه بسمك اقل من نص سنتي، حاجه بسيطه، دهنا بصوص البيتزا اللي احنا عملناه مع بعض، وبعدين حطينا الحشوه دي كانت على الصاج، وحطينا الجبنه زيتون. ويلا بينا نلف ونشوف هنلفها ازاي. كنا قلنا في البدايه خلي الطرف معلهوش خالص اي حشوه او اي حاجه عشان نعرف نتحكم فيه. بصيه بالراحه كده، خدي جزء جزء كده، والاطراف برضو الجوانب هندخلها من الناحيه دي ومن الناحيه دي ونلف وبالراحه وهكذا لغايه ما تخلصي، عشان كده قلنا العجينه تبقى الى حد ما متماسكه عشان ما تتقطعش منك، العجينه كمان ما تكونش رقيقه قوي برضو عشان ما تتقطعش، وزي ما قلنا الطرف الاخير ده هو اللي بيبقى موجود على او ملامس للصينيه بتاعتنا. يلا اهو بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده. خلاص الدنيا تمام، خلصنا. تعالوا بينا بقى نجيب السكينه حاميه او موس او مشرط اللي متوفر عندنا، وابتدي اعمل تشريطات كده على الوش. لا تاني. لسه ده بعد الحصه الجايه. كده خلاص هنستناها برضو تخمر تاني
حوالي 10 دقايق، مش كتير، 10 دقايق بالظبط، علشان بعد كده ندهنها وندخلها الفرن السخن على درجه حراره 200 على الرف الوسطاني ومن غير شوايه ولا حاجه. يعني انت لو فرنك بيشتغل فوق وتحت هنكتفي بتحت بس علشان تاخد اللون براحتها وتستوي براحتها. عايزين بقى نطلع دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا بلانشه هنا نطلع عليها ولا هتجيبولي؟ تمام، ناخد دي ننظف الاول دنيتنا كده علشان الدقيق. ايه رايكم؟ معجنات ومخبوزات سهله لذيذه، عجينتها نقول ايه، بسيطه، متوفر المكونات بتاعتها في البيت. الحشوه كمان زي ما قلنا ما فيهاش الزام خالص خالص، تقدري تحطي فيها اي حاجه انت حباها وتعمليها عشان تقدميها للولاد بقى، عشاء، فطار، مدرسه، مش هيقولوا. والاسترامبولي تحفه جدا جدا. بصوا عايزه اقول لكم ان العجينه من جوه قد ايه مستويه وهشه. بصوا بصوا العجينه عامله ازاي، هشه جدا، مستويه خالص، تمام. الحشوات باينه فيها فظيعه، مستويه والدنيا تمام جدا جدا. امشي بس زي ما قلنا الخطوات وطريقه التسويه وهيطلع معاكي اكتر من روعه. كنا حاطين اللي احنا عملناها اول الحلقه اهي، ما شاء الله لا قوه الا بالله، ايه الجمال ده. بصوا لا دي اول واحده، تمام ما شاء الله شكلها الله اكبر، يعني حاجه محترمه جدا، والجبنه كده بدات تطلع منها حاجه كده فيها اغراء. هنا بقى نطلع دي كده من الصاج وناخد المقادير مره تانية. يلا يلا تمام، جيب بس كده بلانشة علشان نطلع عليها. عايز اقول لكم شكلها ما شاء الله رهيب، والمقادير معانا على الهوا. مقادير العجينه قلنا العجينه بسيطه جدا ما فيهاش اي حاجات صعبه، تمام. فعلا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، سخنه طبعا، المفروض نسيبها ترتاح بس شويه كده في الصاج علشان نعرف نتعامل معاها. ما شاء الله زي ما قلت لكم من بره كده تحسوها كريسبي شويه، ومن جوه بقى طريه كده والجبنه سايحه والموضوع كبير قوي يا جماعه. تعالوا بينا يلا نجيب الترانش، عايزين ترانش نضيف. الافضل ان انا اسيبها تهدى شويه علشان اقطعها، تمام. بس انا هقطع لكم هنا كده عشان تشوفوا برضو هي من جوه ايه الاخبار. بسم الله، دي اللي كنا عملناها مع بعض بالسلامي. واو وسايحه بقى والدنيا ايه ما شاء الله حلوه قوي. سامعين كده نزله السكين عليها، في قرمشه من بره والعجينه من جوه والحشوه. بصوا بصوا، طبعا انا متوصيه بالحشوه كده والجبنه، شايفين مطه ازاي؟ بصوا معايا تحفه. دي بقى هي دي الدايت، يعني ده الدايت على اصوله. يعني الناس كلها بقت عايزه تعمل دايت ولا ايه؟ مش كده يا جماعه؟ امال هنعمل اكل لمين؟ ما شاء الله تحفه جدا، الريحه يا جماعه جباره. تعالوا بقى نديها بقى كده ايه، عود ريحان، خليه جنبنا. عايز اقول لكم الريحان كمان بيبقى ريحته وطعمه معاها، تحط عليها بقى وهي سخنه كده بتبقى فظيعه. عشان نكسر بس الالوان. وعندنا طماطم شيري، ممكن ناخدها كده نصين ونحط نزينها برضو. قلنا حاجه مهمه واحنا شغالين، قلنا الاسترامبولي ما ينفعش تحطي فيه طماطم، بالذات الطماطم، لان الطماطم من الحاجات اللي نسبه الميه فيها عاليه،
فبلاش طماطم علشان ما تطريش معاكي العجينه وتخليها من جوه ملزقه وما تستويش. ابعدي عن الخضار وحطي كل حاجه حتى الصلصه. قلنا الصلصه لو هنعملها من الطماطم في البيت فيفضل ان احنا نسبكها كويس على النار علشان ما يبقاش فيها نسبه سوائل برضو تخلي العجينه لينه وما تستويش. تمام، عندنا بقى زيتون ممكن فلفل كمان حامي نخلل ويلا بقى قدمي وبألف هنا وشفا. ممكن نعمل منها عزومة خصوصا بقى لو عزومة فيها ولاد صغيرين، يعني ابني واصحابه وبنتي واصحابها جايين البيت، فأعتقد ان مفيش أحلى ولا أسهل من كده. سهلة جدا حتى في أكلها، سهلة وبسيطة، الحشوة جوه العجينة فبالتالي مش هتوقع مش هتسقط والدنيا تمام. حاضر، حالا هنحط دي بس هنا كده تمام زي الفل. يلا بينا. وادي العجينة بتاعتنا، او دي كانت تاني واحدة نشكلها. تمام، في الفرن بتاخد اللون، لفيناها علشان يبقى التسوية تسوية متساوية، هنخليها لغاية ما تستوي تماما. الطريقة سهلة، العجينة نفسها سهلة ولذيذة، تقدري بقى تقدميها بطاطس محمرة كول سلو وهتبقى النتيجة أكتر من روعة. للترامبولي زي ما قلنا مخبوزات إيطالية، هي عاملة زي البيتزا، بيتزا ملفوفة لذيذة جدا وسهلة جدا، والعجينة ولا أسهل من كده ومكوناتها كمان بسيطة.